السلام عليكم خوتي المغاربه. اليوم الموضوع ديال هذه الحلقه غادي نهضروا فيه على تكوين حزب جمهور مثلا، لان واحد العدد ديال الناس اللي كانوا كيجيو وكيقول لنا علاش مثلا ما ديروش واحد الحزب ودخلوا اللعبه السياسيه حتى نتوما، ويعني او هناك ناس الذين يطالبون بافكار يعني بفكره الحزب يعني التي صاروش. وهنا يعني كيفيت هضرنا ومره اخرى غادي نعاود نحاول نشرح يعني المساله، ان قبل ما نهضروا على الحزب خصنا بعدا نعرفوا شنو هو قانون الاحزاب في المغرب. قانون الاحزاب يعني الملك هو من يعني يصرح للحزب في المغرب، والملك هو اللي عنده السلطه انه يفك ذاك الحزب مثلا يجري عليه. وفي نفس الوقت يعني من بعض يعني البنود اللي في قانون الاحزاب ان يجب الاعتراف بالملكيه، يجب الاعتراف بالدستور، يجب الاعتراف بالوحده الترابيه، الى اخره من واحد العدد من النقاط اللي او الشروط التي يعني يجب ان تتوفر في 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 في, في هذا الحزب، ومن ضمنها حتى الركوع يعني في حفل الولاء والى اخره. وهنا يعني احنا انا دابا اليوم ماشي كنقول هذه الهضره على اساس اننا نريد يعني تشكيل حزب، لا بالعكس، نحن لا نريد تشكيل حزب ولا نعترف يعني بحزب اي حزب جمهوري في ظل هذا النظام اللي احنا كنعيشوا فيه. اذا كيبقى دائما الاشكاليه فين كاينه؟ الاشكاليه كاينه في المنظومه السياسيه المغربيه، يعني النظام المغربي كيفاش مبني. يعني هناك دول مثلا جمهوريات اللي هي ديكتاتورية وجمهوريات اللي هي ديمقراطية، هناك ملكيات اللي هي ديكتاتورية وهناك ملكيات اللي هي ديمقراطية. دونك ما يبقاش وحدين فيما حنا كنقولوا الجمهورية كيقول لك وشوف الجزائر، حنا ما كنهضروش على الجزائر، حنا كنهضروا على جمهوريات مثل اوروبا. لان نتوما دابا فاش كتبغيو تجيبوا وديروا موازين مثلا كتمشيو تجيبوا التون جون، كتمشيو تجيبوا شاكيرا، ولكن ملي نقولوا لكم الجمهوريه تقولوا لنا شوفوا الجزائر او شوفوا سوريا او شوفوا يعني، وحتى سوريا يعني يعني شي واحد ملي كيقول لك شوفوا هذه الحاله ديال سوريا اللي طاريه، راه الشعب السوري نهار اللي خرج راه ما خرجش كيطالب انه يتقتل. الشعب السوري نهار اللي خرج راه خرج على اساس انه يطالب بحقوقه المشروعه، وناض الديكتاتور يعني الاسد جلس كيقتل فيهم. وانتم ملي كتقولوا لنا حنا ما بغيناش بحال سوريا، يعني انتم تعترفون بان النظام الملكي المغربي غادي يدير ديك الحاله ديال سوريا، مع العلم ان هذا خاصه حلقه اخرى، والحاله المغربيه ليست بالحاله السوريه، وما هذا ماشي هو هذا الموضوع ديالنا حنا اليوم في هذا نحاول نطرق ليه في مره اخرى. دونك كيف قلنا المنظومة السياسية المغربية يعني في التشكيلة ديالها يعني كنلقاو بأن هناك دائما على رأس الهرم الملك والملكية، والملك عنده يعني هو يترأس السلطة التشريعية، يترأس السلطة التنفيذية، يترأس السلطة يعني العسكرية، يترأس السلطة الدينية، يترأس جميع السلطة عند الملك. يعني بمعنى هذه راهي الديكتاتوريه بمعنى بكل المقاييس ديالها وبكل يعني الاعراف ديالها. ولما كنجيو نشوفوا يعني حتى فيما يخص يعني فكره الحزب او يعني هذه الاحزاب، هي اصلا من يشرع لها ان تكون حزب سياسي معترف به؟ دائما كيبقى هو الملك. اذا عمرنا ما غنشوفوا في المغرب مثلا شي حزب غادي يجي اللي هو ضد الملك الملكية أو لا يعترف بالملكية أصلا، هذا إشكال. ثانيا مسألة ديال الأحزاب السياسية المغربية عمرها ما غتمارس يعني المهام ديالها كسلطة تشريعية تحاسب السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة.
الحكومة نفس الشكل، يعني المغاربة كي يصوتوا على رئيس، يعني على حزب سياسي ما اللي غي ياخذوا، يعني اللي غي يعني اللي غيمشي للحكومة غيكون ويتخذ منه يعني الوزير الأول أو رئيس الحكومة، بينما يعني كيبقى دائما الملك هو من يعينه. إذا هنا علاش حنا المغاربة كنمشيو ننتخبوا؟ خليو الملك يعين اللي بغى، والملك هو من يعين الوزراء، لأن الملك هو رئيس المجلس الوزاري، الملك هو رئيس المجلس الأمني، الملك هو يعني رئيس يعني حتى ما يسمى بالمجلس العلمي. يعني هذا الشيء راه بزاف. سوبرمان، سوبرمان اللي هو سوبرمان ما عندوش كاع الخدامي، يعني كاين انسان واحد فوق الكره الارضيه اللي عنده كاع هادشي وهو محمد السادس، حيت جامع فيها حتى امارات المؤمنين. وامارات المؤمنين غادي نطرق لها هي في موضوع اخر، يعني لان هادشي راه بزاف، يعني راه كل مصطلح كنقول الا ورا خاصو فيديو بوحدي، راه يمكنش ليا يعني باش في فيديو واحد ندير كلشي نهضر على هادشي المسائل كلها. دونك هنا كيبقى دائما المشكل، وان الملك في نفس الوقت لا يحاسب. اذا اش غادي يجي هذا الحزب يدير؟ حنا عندنا ديجا 40 حزب في المغرب، واش الاحزاب تقدر تناقش حتى الميزانيه؟ وانتم شفتوا التصويت كيف يتم على ميزانيه القصور في خلال 3 دقائق وكيصفقوا عليها من الفوق. ماذا يناقشون اصلا هذه الاحزاب اللي عندنا اليوم في البرلمان؟ هي مهزله بكل مقال. نحن عندنا برلمان كيتقام على الشعب المغربي ما يزيد على مليار وزيادة، لأن ميزانية البرلمان أكثر بكثير من ميزانية القصر، ولكن لا يقوم بمهامه كبرلمان. إذا لا داعي أننا نزيد الحزب 41 حتى هو ندخلوه، بيسكو عندنا 40 حزب، ونزيد الحزب 41 حتى هو ندخلوه في اللعبة السياسية. أش غادي يجيب لينا في ظل هذا المنظومة وفي ظل هذه الهيكلة ديال هذه الدولة؟ راه واخا تجيب الحزب من الجابون ما غيدير حتى شي حاجه، لان كيبقى دائما يتلقى الاوامر ديالو من عند الملك. وسيحاسب من؟ سيحاسب حكومه اللي هي تتلقى الاوامر ديالها من عند حكومه اخرى في الدم اللي هي يترأسها دائما الملك. اذا النظام السياسي في المغرب هو نظام اللي هو فاسد لا يليق. ما غيمكنش لينا نحاربوا الفساد، ما غيمكنش لينا نزيدوا القدام في ظل منظومه سياسيه بحال هذه. وحتى الحكومه اللي هي السلطه التنفيذيه، واش عمركم شفتوا في تاريخ المغرب جات شي حكومه وجابت برنامج سياسي وطبقته؟ ما يمكنش ليها. رئيس الحكومه اللي هو بالكيران اعطينه مهام ديال اللي كيتعطى في دول متقدمه للمقاطعات، كتعطى المهام اللي كيقوم بها للقائد ديال المقاطعه، بينما الملك هو من يترأس، يعني هو اللي كيعزل السفراء، هو اللي كيعين وكيقيلهم، هو اللي كيعين الوزراء، هو اللي كيعين كل شيء في البلاد. اذا ما فهمتش انايا كيفاش هاد فصل السلطات كيفاش جرتوا ليه، لان اصلا لا يوجد عندنا فصل حقيقي للسلطات، الكل بيد الملك، والملك لا يحاسب ولا ما يمكنش لك تحاسبه ولا حتى تناقشه. يعني هنا المشكل يعني الحقيقي اللي عند المغرب. دونك فكرة حزب أو تأسيس حزب ما غادير حتى شي حاجة، لأن كون كانت غادير شي حاجة كون داروا هاد الأحزاب اللي شفتو، الأحزاب اللي هما 40 حزب حتى واحد فيهم ما غيقدش يدير حتى شي حاجه في ظل هذه المنظومه السياسيه، لان لا يوجد عندنا فصل حقيقي للسلطات، ولا يوجد لدينا يعني ربط المسؤوليه بالمحاسبه. حتى اذا اردنا ان نحاسب يعني المسؤولين سياسيا وقضائيا راه خاص تكون فصل السلطات. اين هو القضاء النزيه؟ الملك يترأس المجلس الاعلى للقضاء، وهانتوما شفتوا سويس ليكس مثلا شنو طرا فيها، يعني وخرج قال لهم هذوك فلوسي، اوكي هذوك فلوسك 1000
يعني كانوا 1068 ديال الناس ديال المغاربه اللي حالين دي كونت تما مهربين الفلوس، نقولوا الملك فلوسه لينفرض، و1067 واحد حتى هما فلوسهم. علاش؟ ياك هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء. اذا ما نبقاوش نقولوا ديك عافاكم بارطاجيو الفيديوهات راه الملك ما في خباروش، ولا ديك الهضره الخاويه، لان كيفاش واحد عنده ما يزيد على 15 جهاز امني كيرفعوا ليه التقارير يوميا صباح وعشيه، ابتداء من الداخليه لا دي اس تي لا دجيت لا ار جي للدوزيام بيرو، وانت طالع حتى ل14 15 بيرو، وزيد وزيد. وهادو وتقول الملك ما فراسوش، اذا يعني ما فراسوش راه ما لايقش اصلا هاد الدوله، ويلا راه مصيبه، ويلا كان فراسو راه مصيبتين. دائما نتوما الملك ما فراسوش. وحتى هاد الفوضى اللي نايضه حاليا دابا منوضين على فيلم، هي غير اللي لفت الانظار عن الحرب ديال اللي طاريه في اليمن. خلينا عباد الله كذاب، والمخزن هو اللي يعني يؤجج الصراع في 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 لا في المواقع الاجتماعيه ولا على الراي العام يعني المغربي، باش يخليه مضارب في واحد الصراع اللي هو اصلا صراع ثنائي ليس برئيسي. ولكن المشكل الحقيقي اللي كاين اليوم هو الحرب. اش كلشي كيدير المغرب في اليمن؟ تقول لي يدافع عن مكه، يدافع عن مكة ونخلي دانيالات في مراكش، هذا كاع إسلام فيكم؟ نخلي الفساد في بلادكم وغادي ندافعوا على مكة؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرى يعني حتى هاد السفريات ديال الملك أنه كيسافر فلوس الشعب. الملك راه كيتقام علينا بسبعات المليون وربعين ألف ريال في النهار اللي كنخلصو، 210 مليون في الشهر، زيد عليها 700 مليون اللي كنخلصوا ليه على القصور ديالو يوميا، شوف اشحال ديال الفلوس ولات. زيد عليها لي ديبلاسمون ديالو، الا مشى لينا من الرباط للدار البيضاء ورجع كنزيدو نخلصوه ب 8000 درهم الكيلومتر، 160 مليون اخرى داير ليه هو. اش كيدير لينا باش يمشي يدشن؟ ملي كتمشي تشوف ديك العمليه ديال التدشين كتلقاها كتقام ب 3 و 4 ديال المليار على المغاربه، باش نمشيو ندشنو مشروع ديال 100 و200 مليون. وراه كاين فيديو دراسة على هاد الشيء اللي كنقول، شوفوا راه عندي فلاشين، راه كاين فلاشين قلبوا عليه. إذا شنو كيربح الشعب المغربي من مور هاد الشيء هاد الفوضى اللي دايرنا هاد الملك؟ حتى شي حاجة. إذا مادام أننا لا يمكن لنا أن نحاسب المسؤولين الحقيقيين على الفساد في المغرب، ميمكنش لينا حنا نفكروا حتى في التفكير ديالنا اننا نديروا حزب جمهور. ما يمكنش يكون حزب جمهور. وحتى الناس اللي كيعتقدوا بان الملكيه البرلمانيه غادا تكون في المغرب، انا كنقول لك سير قرا تاريخ الملكيات البرلمانيه كيف تحولت. مثلا بريطانيا اللي كتهضروا عليها بزاف شحال مره، راه جات اسقط النظام الملكي وجات الجمهوريه الاولى والجمهوريه الثانيه ورجعت الملكيه مره اخرى، ورجعت مستبدة أكثر بكثير مما كانت، وجات ملكية أخرى الملكية الهولندية اللي سقطت الملكية الإنجليزية وعدت ملكية برلمانية. إذا ميبقاش الواحد كيحلم كيتصحاب ليه بأن راه غيتحول النظام من نظام ملكي مطلق في المغرب إلى نظام اللي هو برلماني، هذا راه ما كايناش. وحنا راه ما جيناش وقلنا الجمهورية، لما قلنا الجمهورية حتى عرفنا وتيقنا بأن لا توجد، ليست هناك أي رغبة حقيقية في التغيير من طرف النظام الملكي وعلى رأسه محمد السادس، لأن الدستور المغربي اللي خول راسو جميع الصورات فيه يعني راه نفس الدستور اللي كان تقريبا، بالعكس هما زادوا عليه واحد شي حاجة اللي بحال مثلا مثل الفصل 52، أن حتى الخطاب ديال محمد السادس لا يمكن مناقشته لا في البرلمان ولا في أي مكان، يعني ما يمكنش لينا أننا
يعني في يعني لا توجد هناك رغبة حقيقية للتغيير، والدستور يعني راه كان خير مجاوب على ذلك. إذا ما نبقاش نكذبوا على راسنا وما نبقاوش نغلطوا في الناس أن دائما لا راه بالكيران، وحتى بالكيران راه كنا قلنا لكم هذه 4 سنين تقريبا في الأول أن راه عمركم ما غتزيدوا لقدام وما غيقدر يدير حتى شي حاجة. فين هما ذوك الناس اللي كانوا كيقول لك لا وخليو عطيو تنشوفو ما نشوفو، حنا فينا التجارب دائما يجربوا فينا. حنا كنقولوا لكم شي نجيبوا الحكومه الحاليه اللي كاينه في الجابون ولا في السويد ولا عزل الدوله المتقدمه اللي بغيتي وتجيبها للمغرب في ظل هذه المنظومه السياسيه، ما بينك لا دير حتى شي حاجه، لان بكل بساطه ما عندناش فصل حقيقي في الصوره، ما عندناش ربط المسؤولية بالمحاسبة. إذا اللي هو برلمان، البرلمان حنا عندنا ديكور كنخسروا عليه السبب ديال الفلوس. الحكومة حتى هي مجرد ديكور، لأن هناك حكومتين، حكومة ظل وحكومة واجهة. حكومة الظل وبجوجهم يترأسهم الملك هي اللي كتسير البلاد. إذا علاش زايدين لنا حنا هاد المصاريف كلها مقيومة على الشعب المغربي باش يمكن هاد الشيء كله غير باش يبينوا للعالم أننا عندنا برلمان، عندنا حكومة، عندنا، ولكن هم ما غيقلوا والو. مثل ديكور عندك طابلو في الدار مع القرى هو راه البرلمان، ولكن راه ما كيقوم حتى شي حاجة. ولهذا كتشوفوا دائما المواضيع اللي في البرلمان كلها مواضيع اللي هي تافهة، وحتى الحكومة هما كيقولوا ليه سير قول لهم عفا الله عما سلف، كيجي كيقول لكم عفا الله عما سلف. شي خرجة ما يقدرش يخرج هو شي حاجة من عنده، وحتى هو بفمه راه قال لكم، يعني قال لكم أنا أتلقى الأوامر ديالي من عند الملك. إيوا شكون اللي غادي خصنا نحاسبو هنا؟ واش غادي نحاسبو حنايا الحكومات ويضحكوا عليكم؟ راه خاصكم تحاسبوا الملك. إلا بغيتوا دولة ديمقراطية وتحاربوا الفساد يجيبوا محاربة الملك بكل بساطة، لأن الفساد هو الملكية. وهذه المنظومة علاش كلها فاسدة؟ لأن سببها الملكية. وأي قطاع منين كيف ما بغيتي إلا تبعناه غادي نلقى سبب الفساد ديالو هو الملكية. إذا نحن كجمهورية المغاربة لا نعترف بالأحزاب، ضيور كاينة في الأرضية التأسيسية ديالنا، ولا نعترف حتى بشرعية الملك. مع العلم ان كاين بعض الناس اللي يقول لا كاين شي احزاب اللي هي ماشي ممخزنه، و اشنو قدات هذه الاحزاب اللي ماشي ممخزنه؟ مادام كتقبل تدخل في اللعبه الا وراك كتولي تعرف فيها، اشنو حققته اليوم للمغرب؟ والو. اذا ما نبقاش كذبوا على ريوسنا. فكره نديروا حزب هي فكره، يعني فكره تافهه حشومه كاع حتى الواحد يقولها، لأن المشكل ليس في الحزب أو تكوين حزب، المشكل في هيكلة الدولة. كيفاش دايرة الدولة؟ ما خاصش يكون فيها الغرام هو يترأس إنسان. حتى في الجمهورية، حتى في الجمهورية اللي كنناديو بها، راه خاص يكون سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، وكل وحدة تحاسب الأخرى وتتابع. اما حتى في الجمهوريه الى عطينا درنا نفس يعني النظام الهيكله انها رئيس الدوله مثلا ونعطيو جميع السلطات، راه يكون غير ما دار هذا حتى ما يشوف نفس الشكل. اذا ما تبقاش تجي تقولوا ان الله يجازيكم بخير، ملي يقول لكم الجمهوريه تقولوا لي لا الجزائر سميتو او فكره الاحزاب وشكرا. وفي الحلقه الجايه غادي نهضر حتى على يعني ما يسمى بالدوله الدينيه المغرب، واش هو فعلا دولة إسلامية، دولة دينية، ما معنى الدولة الدينية؟ شكرا.